الصلاة على الآل، هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله. ولكن الحكومات، السلطات، حتى نفس الوثيقة اللي كتبها المأمون ما فيها صلاة على الآل. ومن المؤسف أنه الآن بعد مضي تلك الحقى والحزازات اللي كانت والمشاكل اللي كانت، إلى الآن فريق كبير من المسلمين يغفلون هذا الشيء، مع أنه هم كاتبين في كتبهم. راجعوا صحيح البخاري اللي هو أصح الكتب عندهم، صحيح البخاري يقول إن النبي صلى الله عليه وآله عندما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مو في الكافي، هذا في صحيح البخاري موجود، راجعوا. فقالوا قد عرفنا السلام عليك، نعرف كيف نسلم عليك، ولكن كيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في صحيح البخاري. في صحيح مسلم راجعوا عنوان الباب، باب يذكر هذا الحديث، هو نفس هذا الحديث، لكن لاحظوا التناقض بين الحديث وعنوان الباب. يقول باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الباب ينقل الحديث الذي يقول إن النبي قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول النبي يقول هذا الشيء بس هو ما يلتزم بهذا الشيء، حقيقة عجيب. لأن الشيعة يقولون وآل محمد، إحنا ما نقول، هذا منطق؟ يعني كل شيء فعله الشيعة وإن كان صوابا وإن قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا ما نسوي؟ عندهم هم أحاديث تختموا باليمين، هم عندهم في كتبهم، لكن يقول لأن الشيعة يتختمون باليمين إحنا ما نتختم باليمين، هذا منطق؟ هذا كلام؟ في الصواعق المحرقة لابن حجر، هذا العالم المتشدد المتعصب، ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ فقال أن تصلوا علي وتسكتوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الصواعق المحرقة موجود، المليء بالطعن على أهل الحق في رد أهل البدع والزندقة.